يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التدريبات دلوقتي زي ما انت بتقول شاقه شويه، لان دي فتره الاعداد، الفتره اللي بتخلي اللاعب واقف على رجله زي ما بيقولوا كده في بقيه الموسم او في الموسم الكروي، فبيبقى التمرين قوي شويه. انما بعد كده الحمل بيبدا يتدرج او بينزل بدخول المباريات الوديه والمباريات التنافسيه، فهو بس دي فتره الشقه زي ما بيقولوا بالنسبه للاعيب الكوره. يعني شكل المنافسه او شكل الانتاج الحربي الموسم ده، يعني ان شاء الله احنا كابتن غريب المدير الفني عمل فرقه كويسه ان شاء الله، وكون تيم ان شاء الله يقدر يعني يحط الانتاج الحربي في مكانه كويسه. الهدف السنه دي اعتقد ان هو الظهور بشكل طيب في الدوري الممتاز والحفاظ على بقائه في الدوري الممتاز، لان السنه اللي بعد السنه اللي بيبقى فيها صعود بتبقى سنه صعبه بالنسبه للفرق اللي صاعده من دوري الدرجه الثانيه بالظبط. فان شاء الله نتمنى ان احنا نكون في مركز طيب، ما نخشش في صراعات على البقاء او اي حاجه، وباذن الله بقى نبدا من بعد الموسم الاولاني ده ان شاء الله باستمرارنا يكون في طموحات وحاجات ثانيه باذن الله. عندنا ميكس كده من اللعيبه اصحاب الاعمار السنيه الكبيره والاعمار السنيه المتوسطه والاعمار الصغيره الاعمار السنيه الصغيره، وده اعتقد اي فرقه بتبقى عايزه تعمل نتائج كويسه او يبقى ليها شكل لازم يبقى عندها ثلاث اجيال في التيم الواحد، عشان تقدر ان انت الكبير مش يعني ما بتستفدش منه فنيا بس، ممكن تستفيد منه قياديا كمان بره الملعب. فاعتقد ان ده حاجات مهمه جدا تكون موجوده في تيم، واعتقد ان كابتن شوقي غريب زي ما قلت لك في البدايه ان هو قدر يعمل التوليفه دي اللي تقدر ان هي تعمل بالانس او توازن في التيم باذن الله. يعني عايزين في المراكز اللي في النص، يعني لو قلنا 18 فرقه السنه دي نبقى من الاول للعاشر. طبعا مش هتاخد الاول ولا ثاني ولا ثالث، اعتقد دي بتبقى حاجه صعبه، لان ليها امكانيات او طموحات مختلفه عن طموحاتنا كفريق صاعد من دوري الدرجه الثانيه. فاعتقد ان شاء الله من المركز الخامس للعاشر ده مراكز، اعتقد ان هي مراكز كويسه بالنسبه لفريق الانتاج الحربي السنه دي.